هي تحب وتقدير للجميع. اليوم عندي لكم قصة جديدة من قصص النصب والاحتيال، واسمعوا مزيان. هذه راه عصابة صحيحة في مدينة قنيطرة، يلا فكتها الأسرة ديال الدرك الملكي مؤخرا. دابا ولا النصب مقتارن بالسرقة بالكريساج. واحد العصابة كتكون تقريبا واحد 20 شخص، ما بين 16 و 20، حيت دابا تشدوا منهم شي وحدين وباقين وحدين اخرين هربانين، وبقى الابحاث جاريه في هذا الباب. شنو كدير هاد العصابه؟ كيحصلوا على الارقام ديال رجال الاعمال والتجار الكبار، وهاد القضيه حتى هي باقي فيها تحقيق. كيفاش كيديروا باش كيحصلوا على الارقام الهاتفيه ديال هاد الناس؟ كيحصلوا على هاد الارقام الهاتفيه وكيتصلوا بهاد الناس، كيتصلوا بالسيد كيكون عندهم معلومات عليه خداوها من خلال هذاك الرقم الهاتفي. الو سي فلان، بخير؟ لاباس عليك، الله يخليك، حنا راه بغينا نعملوا معاك واحد المعامله تجاريه. يعني كيتناقشوا معاه وكيدخلوه بطريقه ديال انه راه ماشي هما شفاره ولا نصابه ولا باغين يديروا معاه شي عمليه خارج القانون. لا، انتم غتفهموا كيفاش. يقولوا له: ودي الله يخليك، انا راني واحد رجل اعمال ديال واحد السيده افريقيه، وهاد السيده عندها واحد القدر كبير ديال الفلوس بالعملة الصعبة بالأورو، وبغات شي حد اللي تعطيه هاد الأورو ويعطيها العملة الوطنية، يعطيها الدرهم، باغا دير مشاريعنا، وبيني وبينك راه باغا دير واحد النوع ديال تبييض الأموال، لأنها خايفة إلى هاد الأورو كله مشى تصرفوا في لابونك غادي يبقاو عليها منين جاك، وفيه هاد الشي مشاكل كبيرة. دابا هانت إلا كنتي مهتم، راه الثمن باش غادا تحسب الأورو واحد الثمن ناقص بزاف على الكوغ ديال الشونج، على الصرف، الثمن ديال الصرف اللي كاين دابا. فإلا بغيتي مرحبا بك. اللي طماع، وحنا ديما كنا كنقولوها في هاد اللقاءات، كنقولوا: يا ودي راه الكذاب على من كيقضي؟ على الطماع. والطماع شكون كيقضي عليه؟ الكذاب. إلا كان طماع وداك الحس ديال البيع والشراء والحس التجاري اللي عنده، كيدخل في نقاش، كيبدا يسول، يقول لهم: وهاد الاورو واش مضبوط؟ واش حقيقي؟ واش داخل بطريقه قانونيه؟ واش كاين شي مشاكل؟ واش مهم. كيبدا يسول وكيتلقى اجوبه، وطبعا جميع الاجوبه اللي غادي يتلقى راها اجوبه مطمئنه. كيعملوا معاه لقاء اولي، كيتلاقاو في شي قهوه ولا في شي مكان، كيجيبوا له واحد القدر ديال الفلوس الاورو، كيوريوه ليه، كيعطيوه ليه، كيقول لهم: ودي خليه ليا نشوف، نتاكد من هاد العمله كيفاش دايره. كيديها هو لشي مكتب ديال الصرف ولا في البنك ديالو، كيبغي يصرفها، كيشوف كما يقولوا له مزوره، ياك ماشي مشكل، ياك ما حتى كيتاكد باللي الامور كلها مزيانه. كيتلاقاو لقاء اخر ديال المتاويه، شحال تحسبوا ليا الاورو؟ كيتفاهموا على واحد الثمن طبعا اللي طايع على السوق بزاف، كيبان له الرباح. كيقول لهم: شحال عندكم د الاورو؟ كيقولوا له: اللي بغيتي. واحد تفاهم معاهم على ما يعادل 40 مليون سنتيم، غيعطي 40 مليون وغياخد فيها الاورو، طبعا غياخد فيها هو تقريبا بحال لا واحد 55 ولا 60 مليون ديال الاورو. اتفقوا معاه، ما كاين حتى مشكل. نهار ديال التسليم قالوا: لا ودي الله يخليك، هذا الشيء ما خصوش نديروه في شي بلاصه عامره، ما عرفناش شنو يوقع. كيضربوا معاه موعد ولقاء في شي بلاصه خاويه، في الغالب في الخرجه ديال المدينه، بحال دابا مثلا في قنيطره، الخرجه ديال المدينه ديال قنيطره، كاين الغابه ديال المعموره، الناس اللي قراب لهاد المنطقه راهم كيفهموا هذا الشيء وعارفين المنطقه كيفاش دايره. المهم كيتفقوا معاه على شي بلاصه خارج المدينه. كيجي السيد جاب بوحدو ولا جا معاه شي واحد اخر باش زعما يحمي راسو، لانه هو فاهم ما كاين حتى مشكل. كيجي بالطوموبيل ديالو، كيجيو حتى هما بالطوموبيل ديالهم، كيتسالموا معاه، هازين في يدهم زعما الباليزه، الحقيبه اللي فيها الاورو، هو جايب معاه حتى هو الفلوس ديالو. العمليه ديال التسليم كتبدا، كتخرج عصابه مول الثمين بالسلاح ديالهم، بالسيوفه ديالهم، كيهجموا عليهم، كيديو الباليزات بجوج وكيهربوا. الاخرين بحال زعما راه هربانين، خايفين على راسهم، هذوك اللي جابوا زعما الاورو، حتى هما كيركبوا في السياره ديالهم وكيهربوا.
كيبقى السيد حاير، مشات له 40 مليون وكيشوف الاخرين حتى هما مشات لهم الباريزه وهربوا. حتى هو في ديك اللحظه كيجيه داك الريفلكس ديال انه حتى هو يهرب. من بعد كيبدا يستوعب شنو واقع، شكون اللي قال لهاد العصابه ديال الملثمين انه غتم تم العمليه ديال التبادل. عاد كيفهم انها راها عصابه واحده. هاد القضيه وفق التحقيقات اللي عمل الدرك الملكي وقعت لعدد كبير ديال الناس، ولكن ماشي كلهم بلغوا. علاش؟ لانهم هما ايضا من الاصل داخلين في واحد العمليه غير قانونيه، فكاين اللي تسرقات ليهم فلوس وبحال كنقولوا كمدوها في قلبهم وسكتوا، ولكن واحد مشى بلغ. هذا اللي بلغ هو اللي مكن المحققين انهم يوصلوا لافراد هذه العصابه الاجراميه الخطيره، تقبطوا منها واحد العدد وباقي وحدين اخرين هربانين، والتحقيقات مازال في الطريق. المغزى من هاد القصه كلها ديال النصب والاحتيال والسرقه وهاد الاعتداء كامل هو ان الانسان ما يبقى شيء يطمع، الانسان ما يقلبش على الرباح السهل. راه هذا هو المدخل ديال النصابه والمحتالين، وراه جميع الحالات ديال النصب والاحتيال اللي كنحكي لكم واللي غادي نحكي لكم كلها كتدخل في هذا الباب. دائما انسان كيطمع، وهذاك الطمع هو اللي كيخليه يطيح في الشباك ديال النصابه والمحتالين. واحدوا راسكم وما تنساوش، طمع شكون كيقضي عليه؟ هو هذاك الكذاب.